نظمت أمانة التحالف الوطني بالفيوم مؤتمرا حاشدا بمركز إتصا بحضور أكثر من 10,000 مواطن في كافة قرى ومراكز المحافظة. أكد المؤتمر على أهمية المشاركة ونزول كافة المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدين دعمهم الكامل للدولة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة. وأعلن حضور تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار. احنا النهارده في المؤتمر الختامي للتحالف الوطني في مركز إتصا قبل الصمت الانتخابي، وزي ما حضرتك شفتي ان الحشد كان عدد كبير جدا، معدي ال 5-6,000 كمان، رغم ان دي كان حاجه بسيطه في اخر حاجه في التحالف او المؤتمرات الاخيره، والناس كلها ما شاء الله، يعني احنا لاقيين، يعني مش عايز اقول لك ان لو انت بتدعي 10,000 5,000 بتلاقي 10,000 جولك، يعني فاهمه، الناس فعلا عندها استعداد للمشاركه رهيبه. بنحس الناس للمشاركه في الانتخابات في خلال الثلاث ايام، ولازم المراحل العمريه كلها تبان للناس عشان الناس نسوق لمصر بره ان كل الناس مشاركه، مش ستات بس ولا رجاله بس ولا شباب بس، لازم كل الناس تبقى مشاركه. اتاحوا لنا الفرصه ان احنا نقدر ندعم الوطن وندعم مصر في شخص السيد الرئيس، وان شاء الله محافظه الفيوم هتبقى الاولى على الجمهوريه في دعمها للسيد الرئيس، مش بالكلام بالاصوات، وبنقول له احنا وراك وفي ظهرك ومش هنسيبك، وان شاء الله مصر احسن واحسن.